السلام عليكم، مبروك رمضان على الشعب المغربي كامل. المهم احنا سكان ديال حي سمارة عمارة اليوسفية، سرقة الزاكورة، فقنا على واحد الفاجعة، ماشي فقنا عليها. المهم من ورا الفطور واحد الوليد في العمر ديالو 12 سنة، الجار ديالنا وساكن قدامنا وعايشين واحد الحياة، يعني ما الأب ديالو في الحبس، الأم ديالو خدامة في الديور، وهو مسكين. المهم فقنا من ورا الفطور، جينا لقينا هذا السيد قج راسو، وتصوروا نتوما دري عنده 12 عام يفكر على انه يقج راسو، ما قال واحد مزوج، ما قال واحد يلا باغي يتزوج. المهم دري عنده 12 عام قج راسو، دابا راه في الانعاش ما بين الحياه والموت. وكنتمنوا من الله انكم تدعوا معنا كاملين انه سد الوليد يعيش لمو، لان حتى مو مكرفصت عليهم بزاف. ود امو المو الا قلت لكم الا شفتوها نعطيكم السن ديالها زايده 1988، غتقولوا انتم هذه المراه راه زايده في 1970 بكثره الهم، كبرات في هذيك المراه بزاف. هذه نموذج عائله من العائلات اللي ضايعين في هذه البلاد، اللي ما كيتوصلهمش ديك المساعدات اللي عطينا جلالة الملك نصر الله، ما كتوصلهمش، ما وصلتها لا القفة الأولى لا القفة الثانية. وفمها مسكينة قبل رمضان بيومين قالت لي طلب لي المقدم، ومشيت عند المقدم وطلبته، قلت لها ودي هذيك السيدة راه بلا ما أنا نجي عندك ولا يجي عندك شي واحد في الجيران ديالها يقول لك أعطيها قفة، أنت غتجيبها لها من تلقاء نفسك، لأن عارف حتى الوضعية ديالها وعارف الوليدات اللي عندها، عندها ثلاثة الوليدات وكتخدم في الديور، ما خدات لا قفة الأولى لا قفة الثانية. حنا دابا بغينا نعرفوا هاد الناس هاد القفاف لمن كيتعطاو. عباد الله، وانتم كتعطوا القفاف اللي ما كيستاهلوش وكتخلوا اللي كيستاهلوا. السلطة كنبغوكم أنكم تشوفوا في هاد الناس، راه كاينين الناس اللي محتاجة. هذا غير نموذج، هاد العائلة نموذج من واحد العائلات اللي ضايعين في هاد البلاد. وللإشارة حنا بغينا نعرفوا هاد الجمعيات ديال المجتمع المدني فين هما، اللي كياخذوا الدعم من المجلس البلدي وكياخذوا الدعم من المجلس الاقليمي وما كيبانوش مع هاد الناس. حنا بغينا هاد الجمعيه ديال المجتمع المدني ديال مدينه اليوسفيه يبانوا على هاد الناس، حتى هما شوفوا هما من حال هاد الناس. راه ما كاينش جمعيه ديال المجتمع المدني من الناس، ما كاينش. هاد المراه بعدا معمر، انا ساكن قدامي خمس سنين ما عمر شي جمعيه شفتها جات عندها للدار وتعاملت معها، الا محسنين من تلقاء نفسهم كاري لها الدار، كيخلصوا لها الشهر كل شهر. هادو محسنين ما عندهم علاقه بالمجتمع المدني بالجمعيه ديال المجتمع المدني.